طيب من منتدى شباب العالم خلونا بقى نروح لملف وزارة الصحة وتحديدا الوضع الوبائي في مصر، يمكن في إطار المنتدى كمان معلش هرجع لنقطة بسيطة جدا وهي الإجراءات الاحترازية. كل الحضور وكل مراسلينا اللي بيبعتوا لنا برسائل يومية من هناك أكدوا إنه في إجراءات احترازية ووقائية صارمة سواء في المطارات أو في الفنادق أو في أماكن انعقاد جلسات المنتدى. الوضع ده مش بس في شرم الشيخ ومش بس في أيام انعقاد المنتدى، لكن الأمور دي والإجراءات دي في مصر على مدار الكام سنة اللي فاتوا، بنتكلم بداية من مارس 2020 تحديدا وكان ظهور أول حالة كورونا في مصر، وهناك من وقتها إجراءات صارمة وإجراءات ويعني خليني أقول دعم في ملف الصحة بشكل كبير جدا بيتمثل في مبادرات صحية مختلفة. هتكلم عن المبادرات الصحية بس قبل ما أروح ليها، والأكيد كان ليها فضل كبير جدا في تقليل نسب الإصابة وحدة الإصابة بالكورونا وبالتالي تقليل أعداد الوفيات في مصر، خلوني الأول أروح مع حضراتكم ليه بيان وزارة الصحة وسكان اليومي. البيان كما يرصد لينا وكما هو يعني هيظهر أمام حضراتكم على الشاشة دلوقتي خروج 845 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وإحنا دايما الحقيقة بنحب يعني نشوف أرقام المتعافين الأول كواحد من الأخبار الحلوة، يعني نبص لنص الكوباية المليان إنه الحمد لله في 845 متعافي خرجوا من المستشفيات الحمد لله على سلامتهم طبعا، وبكده يكون إجمالي المتعافين في مصر 329802 حالة لحد امبارح. كمان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال إنه تم تسجيل 948 حالة إصابة جديدة للفيروس ومتحوراته، وده طبعا بيتم ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، بينما في مصر سجلنا امبارح 28 حالة وفاة جديدة، ربنا يرحمهم يا رب. أكيد من الملاحظ إنه منحنى الإصابات اليومي مازال مستقر عند نفس المعدل تقريبا 800 900، وده معناه إنه إحنا لسه في ذروة الموجة الرابعة ويتطلب مننا طول الوقت، وأرجو إن حضراتكم متزهقوش من تكرار الأمر ده يوميا، لكن ده دورنا الحقيقة إن إحنا نفكر حضراتكم ونفكر نفسنا كمان إنه مهم نلتزم بالإجراءات الوقائية، ارتداء الكمامة، مسافات التباعد الاجتماعي، غسل الإيدين واستخدام المطهرات، وطبعا طبعا طبعا التطعيم. التطعيم هو الوسيلة الوحيدة المكتشفة أو اللي تم التوصل إليها لحد دلوقتي لمواجهة هذا الفيروس ومتحوراته. ده موقع وزارة الصحة والسكان أمام حضراتكم على الشاشة، التسجيل لطلب تلقي اللقاح أو متابعة حالة طلب تلقي اللقاح. وبخلاف الموقع كمان في مراكز موجودة سواء في محطات القطارات على مستوى الجمهورية، محطات المترو، خاصة المحطات التبادلية اللي بتشهد كثافة من المواطنين، ودي طبعا بيتم تلقي اللقاح فيها بشكل فوري، ده فيما يخص الجرعة الأولى والثانية. الجرعة الثالثة والجرعة التعزيزية بيتم تلقي رسالة بشأنها على نفس رقم التليفون اللي حضرتك أو حضرتك سجلته بيه على موقع وزارة الصحة في تلقي الجرعة الأولى والثانية، وربنا يسلم حضراتكم جميعا يا رب.